السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ لا 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 شلونك؟ كل شيء ولا اي شيء. شلونك؟ السلام عليكم. تتعمرون ان شاء الله؟ ان شاء الله. بيا الخير.
اليوم كاميرا الموصلية ارتأت ان تتوجه الى قضاء الحمدانية. هذا القضاء يعني لم نرى عودة الحياة فيه بشكل طبيعي، وهذا ما نراه بالحقيقة. هناك بعض المحلات يريدون إعادة محلاتهم وتأهيلها ومن ثم ترميمها، ولكن بشكل قليل. الآن احنا اكو احد الكازينوات يعني نشوفها مفتحة، راح نروح نسأل احد المواطنين شنو اسباب عدم عودة المواطنين المسيحيين او مواطني اهل الحمدانية الى القضاء. نعم طول يعني. السلام عليكم. السلام. شلون صحتك؟ أنا بالموصلية، حياكم الله. أخبارك عن الموصلية؟ والله الموصلية على الرأس، تنقل الأخبار بصورة صحيحة. حلوة. راضين عن الموصلية؟ إن شاء الله. إن شاء الله. زين خلينا نتحاور لك شوية. ليش الحياة بالموصل رجعت طبيعية وليش هنا ما رجعت طبيعية لحد الآن؟ هذا السؤال حلو. أولاً الموصل كان بيها حياة. كان بيها حياة. يعني الناس كانت عايشة بها، واللي كانوا ويا الجماعة طلع، والباقي بقى. طبعا بيته موجود، مصلحته موجودة، شغله موجود، ما يقدر يعوفه. احنا هنا طلعنا عفنا الكل، اجينا على مناطقنا لقينا فوق ما بايقها داعش حارقها. يعني هي المشكلة مو بس بالبوق، المال راح بس الحرق ما يريد له تصليح، ما يريد له راس مال. احنا سنتين ونص تقريبا اكثر قاعدين بايجارات، منين نجيب؟ هذا اللي نشتغله قبل الايجارات وللاكل. نعم. والكنيسه همنا ساعدنا، لو ما الكنائس ساعدنا بالاكل وشغلات هوايه كان هم ما قاومنا. نعم. ويعطونا جزء من الايجارات. زين شنو اللي يخلي الحياه تعود شويه شويه؟ ده نشوف احنا بعض اصحاب المحلات يرممون محلاتهم. شنو يعني دور مجلس محافظه مثلا، دور الحكومه المحليه، او دور انتم عندكم برلمانيين؟ حكومه ماكو. انا اقول لك حكومه لحد الان ما مسويتنا كل شيء غير تنظيف الشوارع، وهذا التنظيف حتى طسه ما تارسيها، بس مجرد شالوا الانقاض اللي كان مخلفها داعش. يعني لحد الان احنا ما شفنا اي مبادره لا من الحكومه المحليه ولا من الحكومه المركزيه. زي. لا طيب لا اوكي اوكي. احنا هسه نتحول للاخ المواطن، طبعا ايضا اهل الحمداني جنابك. نعم. الخدمات شلونها موجوده هنا؟ يعني خدمات ماكو لحد الان. يعني كل يوم يلا اجى شويه مي، ومي مو نظيف، مو صالح، وسخ. اي نعم. يعني انت رحت لبيتك لقيت مي؟ اي اي رحت لقيت مي. اي المي مو معك. كهرباء؟ كهرباء ماكو. ما كل المناطق. اكو مناطق بيها، اكو مناطق ما بيها. يعني يمي بالبيت ما عندي كهرباء. زين دور مجلس القضاء الحكومه المحليه بالحمدانيه. نعم. لها دور يعني بمطالبه الجهات المعنيه ومطالبه المحافظ مثلا بتوفير لكم الكهرباء حتى تعود للكهرباء وعصب الحياه؟ اذا ما تعود الكهرباء والماء. هو الكهرباء الاسلاك كلها مقطعه. ودار الكهرباء يعني شو تسوي هي؟ شو تسوي؟ اذا ما عندهم مواد. ايدي عامله. ايدي عامله قليله. ايها ما يرد لها كادر. اي نعم. زين انت كمواطن باعتقادك ايش قد تاخذ فتره على ما تعود الحياه مثل ما كانت سابقا؟ يعني تقريبا طولها في 6 شهور. اقل شيء 6 شهور. نعم. زين انت شفت منظمات دوليه تشتغل هنا؟ لا لا لا. اكو؟ يقول اكو هنا، هساني ما شفت. اكو منظمات، اكو منظمات. هساني طلعوا كشف على بيتي، يعني سجلوا الاضرار، لان انا بيتي ما محروق بس بيه اضرار يعني. سجلوا الاضرار مالتي، واليوم جايين طوني العقد مال الاعمار. اعمار البيت. بس هي شو اسم المنظمه؟ والله ما اعرف، هي اكو اس او اس يقولون 3 منظمات، واليوم راح تجي منظمة الأخ، يعني يصيرون 4. فهي مشتركة يعني مو بس بالحمدانية، بكرمليس وبرطلة يجوز بالمناطق الأخرى. يعني منظمة مو معنية بس بالقضاء الحمدانية. نعم. معنية يعني كل المناطق السهلين أو تقريبا. أنت شو طالب؟ نهاية كلامنا أريد مو مختصر، شو طالب؟ المطالبة الأولى هي الأمن والأمان. ما أريد يعني إذا أكو أمان، وإذا أكو أمن أنت عايش حياتك تقدر كل شيء. حاليا أكو أمان. نعم حاليا اكو امان. اكو امان بس مو ذاك الامان اللي تقول عليه. مو ذاك. ليش تخاف؟ ما اخاف من شيء انا. انا ما اخاف من شيء. انا مو شغله مو يمي، انا شخص.
بس تعال انت مثلا انا احكي لك الفرع مالنا كل البيوت محروقه، بيت او بيتين ما محروق من ضمنهم بيت يعني. انا هسه انا عند ثلاث نفرات، انا زوجتي وبنتي، يصير ارجعهم على فرع فارغ؟ لا، انا اطلع للشغل ابقى البيت مره او بنيه. هذا اللي اقصد به. احنا عندنا مشكله هنا، عندنا حماسه لنا واللي خلوهم تابعين للزريفاني، هسه ممنوع يجون هنا على باعتبار هذا قاطع المركزيه. احنا نطالب الحكومه جيب ولد المنطقه اللي بعددهم تقريبا 1200 واحد من اهل قرقوش من الحمدانيه من مركز عدل اللي بكرمليز واللي ببرطله. هذا المطلب مالنا، اذا جابوا ولدنا يحمونا ويامنونا هنا، يمكن قال الاخ ابو سعد خلال 6 شهور، يمكن خلال شهرين ترجع المنطقة. بس انتوا عندكم حشد شعبي من؟ حشد شعبي كميته قليلة اخي، هم 400 500 واحد موزعين من هنا لحد القوش لحد الكيف. جيد جدا. بتعمرون ان شاء الله؟ ان شاء الله خلصنا تقريبا. بخير بخير بخير. إذن حاليا احنا وجدنا احد اصحاب المحلات، هم اللي يصلحون محلاتهم. خلينا نسلم عليك. مرحبا. سلام على اخوي. شلون صحتك؟ شو تسوون هسه؟ والله احنا جايين هنا نصلح خبنقات وما خبنقات، مصلحين ما خبنقات. شلون شغلك؟ والله ماشي الحمد لله. على الله. زين، كم محل لحد الان صلحت انت؟ والله عمارتين ثلاثه، والحياه راجعه طبيعيه. يوم عن يوم عاد يزيد الشغل. زين، هذا المحل ايش قد اتفاقك تصلح المحل؟ اتفاقي 175000. 175000. زين، راح تسلمه كامل يعني؟ كامل، يصعد وينزل. زين، بس يجيب قفاله يقفل. ايش قد تطول بالاعاده؟ بالاعاده مجرد بس اخذ قياس نفس النار الرد. يعني هسه هذا كملت اليوم؟ هسه يكمل ان شاء الله، هسه على كم السبرنجات مالها ان شاء الله. ان شاء الله. شو اسمه؟ يعني تستلم محل مثلا البارحه اليوم تكمله؟ ايه البارحه استلمه، مثلا انا اجي اخذ قياس ثاني يوم اجي اركب. كم محل سويت لحد الان بالضبط؟ والله بال 40 خبانق هيك. هسه احنا حاليا عندنا هم بالفرع يشتغلون جماعه، يشتغلون سوري، هذا عراقي يشتغلون سوري بالفرع. روح اليوم شوف شغل سوري، مطارات وما مطارات. زين، انت كمواطن شو تشوف يعني؟ شو وقت تنعاد الحياة الحمدانية؟ والله اسع مستقبلا، يوم عن يوم عزيد الحركة ويرجعون العالم حركة زينة هنا ان شاء الله. شو نسوي حتى تعود الحياة؟ والله نتشاتف. نصير كتف واحد، ماكو لا شيعي لا سني لا عروبي لا شبيكي، كلنا اخوة، احنا كلنا عراقيين. واحنا ما نريد واحد يفرق الاخ، لا هذا عروبي ولا هذا مسيحي ولا هذا مسلم شيعي، احنا نريد ايد واحدة. شكرا جزيلا. على راسي. Thank you.
عن قرقاش. شلون ترجع الحياة؟ الحياة إذا الحكومة تدعم المواطن، أول شيء أمان. يعني مو خميس على الجمعة، إحنا يوم داعش يوم غير داعش، يوم مفخخات يوم مشاكل مالهم. إذا أكو أمان المواطن راح يرجع. واحد، اثنين، الحكومة لازم تدعم المواطن ماديا. يعني قلقوش أكثر من 70% أو 80% من عندها محروقة. العالم منين تجيب فلوس تسوي بيوت تدعمها غير الحكومة تساعدهم شوية؟ فإذا أكو من الحكومة دعم إن شاء الله راح ترجع الحمدانية. 15 إلى 20 محل حاليا حال حاضر، وعالم عم تشتغل وعالم تريد ترجع، بس ماكو دعم. مشكلة الدعم ماكو. سلام، أهلا وسهلا. هو حاليا هسا القوات المتواجدة، قوات الإمبيو المسيحية هنا، هي المحافظة على الحمدانية وهي الواقفة وبدها تساعد المواطن. يعني حتى المي بس من المكانات ما توصلها مي، قوات الإمبيو عندهم تنكرات هي اللي تجيب المي للمواطنين. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة. أخذ خمس دقائق من وقتك الثمين. أريد أسألك، الأخ قال دعم. الدعم إيش تقصدون به؟ يعني دعم شلون؟ يعني أنا أشوف كصحفي رأيي، أو إنه مثلاً عندكم المرجعيات مالتكم المسيحية مثلاً ماكو، إذا توعز بالرجوع ممكن العالم ترجع، أو تريدون دعم. دعم إيش تقصدون به؟ أي دعم يعني؟ هو أنواع الدعم. أكو دعم معنوي بالبداية، دعم مادي، دعم الحكومة، دعم أمني للمنطقة. إحنا لحد ما في استقرار بالمنطقة، العالم تخاف، هذا هاجس بعد، هاجس الخوف موجود. يعني ما نشال هذا الهاجس. شيء ثاني، الدمار 80% أغلب البيوت محروقة. يعني الحالة النفسية من يجي المواطن يشوف بيته محروق حتى ما يهله يمديده يشتغل، يفتح الباب يسد الباب بس يباع ويرجع للأربيل. يعني ما كل زين. باختصار أنت أريد مطالبتك لمن؟ باختصار لمن طالب؟ طالب القسيسين، طالب الحكومة حتى يدير بالهم مع العالم، لو لمن طالب؟ والله إحنا نناشد كل من يقدر يساعد الشعب هذا المسكين، أي واحد كان. إذا الحكومة المركزية قسم ما قصروا، الكنيسة ما قصرت على مدى سنتين وهذه الثالثة، إحنا الكنيسة ما مقصرة معنا، ما مقصرة، سواء دعم خارجي دعم داخلي كل شيء موجود من الكنيسة. والحكومة مينا على قديده. يعني ما شو يقولون الكنيسة؟ ارجعوا. طبعا كنيسة شنو بلا شعب؟ الكنيسة تقول ارجع؟ طبعا ايه؟ طبعا شجع ارجع. هذا برنامج هسا اعمار المدينة. اكو منظمات راح تيجي تشتغل ان شاء الله، تقدم مساعدة حسب المستطاع. نعم. دور الحكومة المحلية لحد الان ماكو اي بادرة، ما شفنا اي شيء لحد الان. البلدية عاد تشتغل على قد امكانيات وخطية، والكهرباء لا يزال عبال خليت النحل عاد تشتغل بقرقوش الكهرباء، وعدد الكادر يعني ضعيف جدا، لان عندهم نقص ب 30 كادر عامل، يعني على موظف على مهني غادروا البلد سافروا. اذا اخي العزيز شو تطلب من الحكومة المحلية؟ والله نطلب الامان والاستقرار، وان شاء الله يرجع الشعب وترجع قرقوش مثل ما كانت. لا قبل قليل قلت يعني الدعم، يعني طبعا يعني برايك الدعم شنو هو الدعم؟ دعم مادي ودعم معنوي، مو بس دعم، يعني بكل النواحي دعم. يعني انت دا تشوف الوضعيه مال المنطقه شلونها، يعني بيوت مهدمه، بيوت محروقه، بيوت مبيوقه، يعني بصوره عامه شو اسمه البوك صار زين 100%. زين اخر سؤال اسالك اياه، اللي بيته محروق، نعم، هذا دا ينتظر الحكومة المحلية والمركزية تنطي مبلغ حتى يعيد صبغ بيته وإنشاء بيته اللي هو يعني يريد؟ يعني الانتظار اليوم المواطن هو هاي كم سنة نازل؟ هاي 3 سنوات. يعني أغلبية العالم هنا قاعدين إيجارات، الكنيسة ما قصرت، يعني الكنيسة يعني دعمها كل جيد يعني، بس العالم هواية تعرف وناسك هواية هاجروا، فاللي بيته محروق أو مهدوم هذا صعب يجي يسوي على حسابه، لأن إذا الحكومة المركزية ما تتحرك الناس ما تتحرك. إذا أنتم مقصدكم تطلبون تعويضات؟ نعم نطلع، هذا حقنا، هذا نطلب تعويض وهذا حقنا هذا، لأن إحنا شنو ذنبنا جاء؟ هذه إحنا تعرف بيوت قلقوش كانت فول، يعني ما شاء الله ماكو بيت ما كان بي أثاث كامل وكل شيء يعني. فاللي ما يتعوض واللي ما يصلح بيته ما اعتقد الوضع ترجع مثل ما كانت قبل. اطلب من اي جهه تقدر تساعد المواطنين احنا
نستقبلها برحاب الصدر. نعم اكيد هي فلوس وتعويضات، اذا بدون فلوس وبدون تعويضات ما تقدر تسوي كل شيء. امان 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 امشي امان. دوله ما تعوض ما تعوض. روح اوعد. اي والله صفر. بلاج فرج مشي يروح يا. ثروات. بعد بعد بالنسبة لمنطقة الحمدانية تعتبر من المناطق المهمة التي تحررت يعني منذ بداية عمليات التحرير، ولكن الآن وجدنا عدم عودة الحياة، حياة عائدة بسيطة، محلات بسيطة. أسباب عدم عودة الحياة يعني المشكلة أين؟ هناك من طالب بالدعم، هناك من قال البيوت محترقة والدور السكنية كلها محترقة، هناك من طالب بالتعويضات. جنابكم في مجلس قضاء الحمدانية، بماذا تعزون الأسباب عدم عودة الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون قضاء الحمدانية هو جزء من سهل نينوى، وهذه المنطقة كان هناك استهداف مباشر من قبل عصابات داعش الإجرامية لهذه المنطقة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 90% من أهالي قضاء الحمدانية أثناء هجمة داعش الإجرامي. لذلك كانت المنطقة متروكة، وكان تواجد لعصابات داعش بشكل كبير جدا، مما أدى إلى تدمير المنطقة. وكانت المنطقة أيضا منطقة عسكرية، أي الخط الفاصل الصد ما بين أقليم كردستان والمنطقة
الموصل. لذلك كما يعني لاحظتم بأنه نسبة الدمار في المنطقة كبير جدا. أما عودة النازحين فهو مرتبط بمسألتين أو ثلاث مسائل، منها أولا المسألة الخدمية التي نعمل بها رغم عدم وجود ميزانيات وعدم وجود دعم، لكن أخذنا إشارات ومواعيد طيبة يعني من قبل الحكومة وكذلك من قبل المنظمات الدولية التي لم تبدأ العمليات الإغاثية وعمليات إعادة الخدمة والتأهيل إلى هذه المنطقة بشكل مباشر. وكذلك يعني أهالي قضاء الحمدانية أيضا تواقين إلى تغيير المنظومة الأمنية والإدارية، يعني كما تعلمون بأنه تحتاج هذه المكونات إلى إعادة الثقة ما بين المكونات وإعادة الثقة بالمنظومة الأمنية على أن لا تتكرر ما يعني حالت إليها منطقة قضاء الحمدانية. ونحن من قناتكم الموقرة نطالب من خلال الحكومة المحلية في نينوى والحكومة المركزية والمنظمات الدولية أن تفي بوعودها لكي يعني نقوم بإعادة تأهيل هذه المنطقة رغم وجود دمار كبير في القرى، وكذلك هناك أكثر من 1800 دار محروق داخل مراكز قضاء الحمدانية كرمليس وكذلك حتى برطلة. لذلك نحن يعني نطالب جاهدين بأنه يتسنى لنا لتأهيل هذه المناطق لعودة الأهالي خاصة بعد انتهاء الفترة الدراسية وانقضاء الأشهر القريبة. I don't know.